واضح الصوت؟ يسأل واضح. يلا، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في الجزء الماضي من الدورة توقفنا عند التناسب، التغيرات اللي أخذناها، اللي التغير الطردي، التغير العكسي، التغير المشترك، والتغير المركب. اليوم نتكلم عن باب المتتابعات. باب المتتابعات في ثاني ثانوي أخذنا نوعين من أنواع المتتابعات، أما متتابعة حسابية أو متتابعة هندسية. المتتابعة وش معناها؟ هي عبارة عن مجموعة من الأعداد مرتبة على حسب نمط معين، أما تكون حسابية أو ممكن تكون هندسية. طيب، يعني يكون فيه علاقة بين الأعداد اللي أمامي، أما تكون مرتبة هندسيا أو حسابيا. إحنا بنعرف وش معنى حسابية أو هندسية، نتذكرها مع بعض. المتتابعة الحسابية يكون الفرق بين حدودها ثابت، أما المتتابعة الهندسية تكون النسبة بين حدودها ثابتة. وش معنى لما أقول لك النسبة؟ أنك تقسمين الحد الثاني على الأول بيعطيك نفس الناتج لما تقسمين الحد الثالث على الثاني، يعطيك نفس الناتج لما تقسمين الرابع على الثالث، وهكذا. هذا بالنسبة للهندسية. أما بالنسبة للحسابية، لما أقول لك الفرق بين حدودها ثابت، لما تطرحين الثاني ناقص الأول يعطيك عدد، هو نفس العدد اللي يعطيك إياه لما تطرحين الثالث ناقص الثاني، ولما تطرحين الرابع ناقص الثالث، كل حد ناقص اللي قبله يعطيني هذا الأساس. الأساس في الحسابية اللي كنا نرمز له دي هو الفرق الثابت بين الحدود. الأساس في الهندسية اللي كنا نرمز له R هو النسبة الثابتة بين الحدود. طيب، هو هنا يتكلم لي عن المتتابعة الحسابية في هذا السؤال. خلينا نتذكر قوانين الحسابية، يمكن نحتاجها ويمكن مرات نحلها ذهنيا. يعني هذا الباب كثير في مسائل تنحل ذهنيا، ما يحتاج ترجعين للقوانين. كل المتتابعتين لهم قانون مجموع ولهم قانون حد نوني. قانون لما تكون المتتابعة اللي أمامي حسابية، مثل هذه المتتابعة 2 4 6 8 إلى مثلا نقول 100، ممكن تكون منتهية وممكن تكون مو منتهية. هذه المتتابعة الفرق بين حدودها ثابت. لاحظي إن لو طرحتي 4 ناقص 2 راح يعطيني 2، معناته هو جمع 2 في على الحد الأول عطاني الحد الثاني. كذلك هنا 4 زائد 2 عطاني 6، 6 زائد 2 عطاني 8، وهكذا. لو أبغى الحد اللي بعده بجمع 2 راح يعطيني 10، لو أبغى الحد اللي بعده بجمع 2 راح يعطيني 12، وهكذا. صيغة الحد النوني اللي توجد لي أي حد مطلوب عندي، مثلا طلب منك الحد رقم 30، الحد رقم 55، في هذه الحالة عندي صيغة اسمها صيغة الحد النوني AN. N هي عدد الحدود أو الحد المطلوب اللي طالبة منك في السؤال، تساوي A1 اللي هي الحد الأول زائد N ناقص 1، N قلنا عدد الحدود، في D اللي هو الأساس، العدد اللي هو الفرق الثابت اللي هو 2. هنا مثلا لو طلبت منك A55 اللي هو الحد 55، بتقولين A55 تساوي الحد الأول اللي هو 2 زائد N ناقص 1 اللي هو عدد الحدود اللي موجود عندي ناقص 1 في D اللي هي الأساس 2. طيب بتقولي أستاذ شلون أعرف عدد الحدود؟ مثلا في المتتابعة اللي أمامي هذه واضح إنها متتابعة أعداد زوجية من 1 إلى 100، كم عندي عدد زوجي؟ عندي 50 عدد زوجي و50 عدد فردي، إذن راح أقول الN بـ50، يعني هنا أعوض عن الN بـ50، والدي مثل ما ذكرنا 2، وراح تطلع لك A55 لو كان طالبها منك في السؤال. طيب، أيضاً للمتتابعة أو للمتسلسل الحسابية مجموع اللي هو SN يساوي N على 2، N اللي هو عدد الحدود، في A1 زائد AN، حيث A1 الحد الأول وAN اللي هو الحد الأخير أو الحد اللي طالب إلى هذا الحد أنك تجمعين المتسلسلة. طيب، لما تكون عندي المتتابعة هندسية أيضا، مثلا عندي هذه المتتابعة 2 3، ممكن تكون أيضا غير منتهية وممكن تكون منتهية. هذه المتتابعة هندسية، والسبب ليش؟ لأنه
من الحد الأول إلى الحد الثاني قاعد يضرب في أساس اللي هو إيش؟ ثلاثة. أيوة أعتقد أنها مسجلة. وهنا عندي 9 في 3 راح تعطيني 27، ولو طلبت منك 27 في 3 أو جدوا لي الحد اللي بعدها راح أضرب في 3، لو طلبت منك 27 في 3 بتعطيني كم؟ واحد وثمانين، ولو طلبت منك 81 في 3 راح تعطيني 243، وهكذا. طيب واضح إن الأساس عندي R يساوي لي 3، أساس المتتابعة R يساوي لي 3، لأنه كل شوي قاعد يضرب في 3. أو ممكن تستنتجين تقسمين 9 تقسيم 3، 27 تقسيم 3، وتعرفين إن الأساس 3. أيضا لها صيغة حد نوني اللي هي AN تساوي A1 في R أس N ناقص 1، حيث R هو الأساس والN اللي هو عدد الحدود اللي يطلبه مني، ممكن يحط لك هنا حد معين توقفين عنده، وAN اللي هو الحد المطلوب، وA1 الحد الأول. أيضا لها صيغة مجموع SN لما تكون منتهية، يعني تكون منتهية متتابعة أو متسلسلة هندسية منتهية، هي عبارة عن A1 في 1 ناقص R SN على 1 ناقص R. هذه صيغة المجموع للمتسلسل الهندسية المنتهية. أيضا عندي هندسية غير منتهية، ممكن تكون متقاربة ولها مجموع، وممكن تكون غير متقاربة أو نقول عنها متباعدة وليس لها مجموع. متى تكون المتسلسل اللي أمامي متقاربة؟ إذا مثلا أوجدنا الـ R الأساس لها ولقينا، متى تكون متقاربة؟ إذا أوجدنا الـ R، دقيقة بس علق القلم، إذا تمام، إذا لقيناها مقياس الـ R أقل من الواحد وأكبر من الصفر. متى تكون متباعدة؟ إذا كان مقياس الـ R أكبر من أو يساوي الواحد. طيب لما تلقين المتسلسل الهندسية اللي أمامك متقاربة، إذا لها مجموع، وشو قانون المجموع؟ S يساوي A1 على 1 ناقص R. ولاحظي ما حط لي هنا SN زيهم، ليش؟ لأنه هذه حسابية منتهية وهذه هندسية منتهية، لذلك عدد الحدود موجود عندي، الN معروفة، لكن الهندسية الغير منتهية الN غير معروفة، يعني S يساوي A1 على 1 ناقص R. طيب تعالي نرجع الحين لسؤالنا. ممكن بعض المسائل ما نحتاج هذه القوانين كلها، وممكن بعض المسائل نرجع لهذه القوانين، وبعضها تنحل بالقوانين وبدون القوانين. يلا، متتابعة حسابية حدها العاشر 15، يعني عندي عدد الحدود N بعشرة، وحدها الأول يساوي سالب 3، وحسابية يعني في فرق ثابت بين حدودها. ما هو الأساس دي؟ وش العدد اللي قاعد يضيفه عشان نوصل للحد العاشر 15 من الحد الأول سالب 3؟ ممكن نحلها بطريقة التجريب. أنا حطيت ال 15 هذا الحد العاشر، والحد الأول عندي اللي هو الحد سالب 3. هو يقول إنه مثلاً أساسها باثنين، بما إنها حسابية وش أسوي بهذه الاثنين؟ أضرب فيها ولا أجمعها يا ثالث؟ أضرب فيها ولا أجمعها؟ حسابية نجمع عشان نوجد الفرق الثابت، هندسية نضرب. أنا بجرب الحين، هو يقول ممكن أساسها يكون اثنين، فبجرب من الحد الأول إلى الحد العاشر، بما أنها 10 حدود أسهل لك بدل ما تروحين تعوضين بقانون الحد النوني. تعالي نجرب يلا، بجمع 2 على سالب 3، وش تعطيني؟ سالب 3 زائد 2 وش؟ سالب 3 وموجب 2. اختلفت الإشارات، اختلفت الإشارات بالجمع. أنزل إشارة الأكبر وأطرح إشارة الأكبر سالب، وأطرح 3 ناقص 2 كم؟ 1. إذن إيش؟ سالب 1. طيب اجمع 2 على سالب 1، يلا، سالب 1 زائد 2، سالب 3،
سالب واحد زائد اثنين. اختلفت الإشارات، سالب أحط إشارة واحد الأكبر، سالب واحد أحط إشارتي الأكبر وأطرح واحد واحد، موجب واحد. يلا زائد اثنين، ثلاثة واحد زائد ثلاثة اثنين ثلاثة. يلا زائد اثنين خمسة بعدها. سبعة تسعة تسعة أحد عشر بعدين 13 بعدين 15. خلينا نشوف هل هذه اللي أمامي 10 حدود ولا لا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذا متتابعة، حدها الأول سالب 3 وحدها العاشر 15، وجدنا أنه أساسها بالتجريب هو إيش؟ 2 لما جربت الخيارات. إذا ما ضبط معاك تروحين تجربين الثلاثة بنفس الطريقة، تمام؟ تحسونها طويلة بالتجريب، أنا أشوف أسهل من أن نطبق قانون. لو بتطبقين القانون بتطبقين القانون هذا AN اللي هو قانون الحد النوني، AN يساوي A1 زائد N ناقص 1 في D. D راح تكون مجهولة، N اللي هو 10 عدد الحدود 10، A1 اللي هو سالب 3، و AN اللي هو الحد العاشر الحد الأخير 15، وتحلين المعادلة. أنا أشوف بالتجريب أسهل بما أنها 10 حدود، بسيط أنك تطلعين 10 حدود. يلا نفس الشيء، متتابعة حسابية، النمط من الحد الأول للحد الثاني فيه أساس أجمع، ونفس الأساس هذا ثابت أجمع على الحد الثاني يعطيني الثالث. الحسابية مرتبطة بالجمع. طيب متتابعة حسابية أي تسعة فيها، أي تسعة وش معنى؟ يعني الحد التاسع 76، وأي عشرة تساوي 83 يعني الحد العاشر. ما هو حدها الأول؟ طيب يعني العاشر 83 والتاسع اللي قبله 76، وهو طالب مني الحد إيش؟ الحد الأول. أقدر طرحنا أجرب سبعة، طرحنا منها سبعة، ممتازة. لو مشيت زي كذا، لأني أنا أبغى أروح لليسار، أبغى للحد الأول، فهو قاعد وش يسوي؟ يطرح سبعة. يلا اطرحي لي الحين سبعة من 76 لين نوصل للحد الأول. ستة وسبعين ناقص سبعة، خلكم سريعين عشان الوقت. 69. يلا واطرحي بعد سبعة، ممتازة. 62. واطرحي سبعة، كملوا معاي بسرعة. 55. 55. 48. 41. 34. بعدين 27. بعدين تسعة لا عشرين. طيب تعالي خلينا نشوف، حنا طلعنا عشر حدود ولا لا، لأن هي عددها عشرة. يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، عشر حدود، الأول عشرين والأخير العاشر اللي هو 83. هو طلب مني الحد الأول يعني الجواب بي، تمام. طيب كيف نطبقها بالقانون؟ بتقولين AN اللي هو الحد العاشر اللي هو ستة اللي هو كم؟ 83 تساوي A1 بتكون مجهولة لأن طالبها، زائد N ناقص واحد عدد الحدود عشرة، عشرة ناقص واحد في D، إحنا عرفنا أن الأساس سبعة، D بسبعة لأنه قاعد يزيد هنا، لو بنمشي بنفس النمط يجمع سبعة، لكن احنا قبل شوي عكسنا لان جالسين نتناقص لين نوصل للحد الاول. وبكذا بتقدرين تطلعين الاي واحد هي المجهول الوحيد. انا اشوف بالتجريب اسهل، او ان نحلها ذهني اسهل. مجموع المتسلسله 2 زائد 4 زائد 6 زائد الى 100، هذه متسلسله اعداد ايش؟ ايش نوع هذه الاعداد قدامي؟ حسابيه. هي متسلسلة حسابية قاعد يجمع اثنين، صح؟
طب وش نوع هذه الأعداد اللي مكتوبة قدامك في الرياضيات؟ 2 والأربعة وستة، في علاقة واضحة بينهم. ضرب 2 زوجية. أعداد زوجية، ممتازة. أعداد زوجية، أعداد زوجية. طيب دائما مجموع الأعداد الزوجية من 1 إلى 100 دائما بيعطيك، احفظيها أحسن ما تجلسين تطلعين، لأن مثل هذه الأسئلة ممكن تجي في التحصيلي. دائما مجموع الأعداد الزوجية من 1 إلى 100 2550، هذه الزوجية. طيب لو قال لي يلا جيبي لي من 1 إلى 100 الفردية، الأعداد الفردية من 1 إلى 100 2500 الفردية. طيب لو طلب مني اجمعي لي الأعداد الطبيعية من 1 إلى 100، الأعداد الطبيعية من 1 إلى 100 كم تعطيني؟ إذا أنت حافظة الزوجية وحافظة الفردية اجمعيهم مع بعض بيعطيني كم؟ 5000. لا، 2550 مع 2500 تعطيني 5050، هذه مجموع الأعداد الطبيعية. إذا من 1 إلى 100 الزوجية 2550 والفردية 2500. طيب يلا لو عطوني هذول الخيارين يا أستاذة ولخبطت، كيف أجيب مجموع أعداد زوجية من 1 إلى 100 أو مثل ما هو كاتبها 2, 4, 6 إلى 100؟ طيب بما أنه هذا المتسلسل اللي أمامي حسابية، قبل شوي عطيتك قانون مجموع المتسلسل الحسابي، SN يساوي N على 2 في A1 زائد AN. A1 اللي هو الحد الأول 2، وAN اللي هو 100. طيب N أنا أعرف أنه من 1 إلى 100 عندي 50 عدد زوجي و50 عدد فردي. إذن الN في هذه الحالة بتكون 50، بالتالي بقول SN تساوي 50 على 2 في 100 زائد 2 يعني 102. أختصر وأضرب ب50، 102 على 2 فيها 51، يعني SN تساوي 50 في 51. خذيها ضربيها على جنب تطلع لك زي جوابنا 2550، كذا جبنا الزوجية. تمام. الفردية بنفس الطريقة، بجمع بتكون A1 1 و AN 99 اللي هو آخر حد من 1 إلى 100 فردي، والN بتكون 50 عدد فردي، تطلع لك على طول 2500. تمام، نطبق نفس القانون. طيب لو طلب مني مجموع الأعداد الطبيعية ونسيت إنه 50 50، اللي هو 5050، بطبق بقول SN تساوي عدد الأعداد الطبيعية من 1 إلى 100 100 على 2 A1 اللي هو الحد الأول 1 زائد 100 الحد الأخير، فبتصير لك 101. وأبدأ أختصر 100 على 2 فيها 50، 50 في 101 لو ضربتيها على جنب تطلع لك 5050. تمام، كذا حليتها لكم بطريقتين، أما بالقانون أو احفظيهم مثل ما قلت لك، هنا أسهل لك. الزوجية مجموعها من 1 إلى 100 2550، الفردية 2500، الطبيعية من 1 إلى 100 راح تعطيني مجموعها 50 50 اللي هي 5050. طيب تعالي خلينا نشوف لما يكتب لي المتسلسل على شكل سيجما، عدد حدود المتسلسل الحسابية سيجما من 5 إلى 12 3K زائد 7. كيف أجيب عدد الحدود؟ يقول لي تبدأ من الحد الخامس إلى الحد 12. كيف أجيب عدد الحدود في السيجما؟ من الحد الخامس إلى الحد 12 يبغى N، عدد الحدود N. دائماً إذا جابها لك على شكل سيجما اطرحي اللي فوق، فوق السيجما الحد الأخير ناقص الحد الأول اللي هو 5 زائد 1. دائما عدد الحدود حتى بذات الحدين، درس ذات الحدين نوجد عدد الحدود N بنفس الطريقة، نقول الحد الأخير اللي يكتبه فوق السيجما ناقص الحد اللي تحت عند الكي زائد 1، يعني بقول 12 ناقص 5 زائد 1
12 ناقص 5 7 زائد 1 ايش يعطيني؟ 8. إذن عدد الحدود 8. واضح كيف نوجد عدد الحدود من السيجما؟ يعني السالب 3 نتركها صح؟ وينها السالب 3؟ أنا مو شايفة سالب 3. لا مو السالب 3، 3 كي. اي هو ما طلب مجموع المتسلسلة، ما طلب الحد الأول في المتسلسلة، هو طلب عدد حدود المتسلسلة. تعالي نشوف لو غيرنا من السؤال، قال من كي تساوي 5 إلى 12، 3 كي زائد 7. قالك أوجدي A1، ما قالك أوجدي عدد الحدود، قال A1. A1 اللي هي إيش؟ الحد الأول. تأخذين الصيغة اللي هي 3 كي زائد 7 ونشوف الحد الأول بدأ من وين؟ بدأ من الخانة 5، يعني من الحد الخامس. راح أشيل الكي اللي موجودة عندي في الصيغة وأحط بدالها إيش؟ 5. فبقول 3 في 5 زائد 7. 3 في 5 كم؟ 15. 15 زائد 7 22. إذن A1 الحد الأول اللي هو 22. طيب نيجي نقول لو غير لنا السؤال، عطاني نفسها سيجما من 5 إلى 12، 3 كي زائد 7 في هذه المتسلسلة الحسابية، وقال لي أوجدي AN اللي هو الحد إيش الأخير، بكتب الصيغة بقول AN تساوي 3 كي زائد 7. نجي للكي، وين وقف الحد الأخير؟ وقف عند الخانة 12، بعوض بدل الكي ب 12، راح أقول 3 في 12 زائد 7. يلا طلعوا لي إياها، 3 في 12 36 زائد 7 36 43 43. شفتي حليتها لك بثلاث صيغ للأسئلة، لما يطلب منك الحد الأول، لما يطلب منك الحد الأخير، ولما يطلب منك فقط عدد الحدود. واضحة؟ واضحة. طيب لو مثلا ما وضح لك في السؤال انه هذه اللي قدامك متسلسلة حسابية، كيف تفرقين بين الحسابية والهندسية بالسيجما؟ شوفوا لي هذول السيجما الثنتين اللي بكتبهم تعرفون الفرق. مثلا قلت لك كي من 5 الى 12 شوفوا الفرق بين السيجما الثنتين، هنا كي من 5 إلى 12 نص بعدين قوس ضرب 3 أس كي ناقص 1، وهنا سيجما من 1 إلى 9 3 في كي زائد 2. لما تكون السيجما بين الحدين عندي هنا عملية ضرب أو قوس ومرفوعة الكي لأس، لاحظي هنا الكي مضروبة في العدد ومجموع معها عدد، وهنا الكي مرفوعة الأس لعدد مضروب في عدد آخر، في هذه الحالة على طول أقول إنها إيش؟ هندسية. دائم تنكتب شكل السيجما الهندسية بهذا الشكل، تكون عندي قوس والكي مرفوعة الأس، تكون موجودة في الأس، على طول أقول عنها إيش؟ هندسية. ولما تكون الكي مضروبة بعدد مجموعة مع عدد، لما تشوفين عملية جمع بين هذول الحدين على طول تقولين عنها إيش؟ سيجما حسابية، لأنه مو دائما يوضح لك في المسألة أن اللي أمامك حسابية أو هندسية. طيب بتقولين بالنسبة للأن عدد الحدود نفس الشيء استاذة؟ إيه نفس الشيء. مثلا لو هنا طلبت منك الأن بتقولين 9 ناقص 1 زائد 1 تطلع لك 9. في الهندسية لو طلبت منك الأن اللي هي عدد الحدود بتقولين 12 ناقص 5 زائد 1 مثل ما سوين. تمام؟ واضح فرق بين الفرق بين شكل الهندسية والحسابية بالسيجما. طيب لما يكتبها لي بهذا الشكل، مثلاً K تساوي 3 إلى ما لا نهاية نص 2 أس K ناقص 1، بتقولين هذه هندسية بس ما عطاني لها حد أخير، إذن هذه هندسية إيش؟ لا نهائية.
هندسية لا نهائية لقانونها كتبناه قبل شوي S وما في N تحت تساوي A1 على 1 ناقص R، هذا قانون مجموعها. تعال نكمل. ما هو الرد الحد الرابع في المتسلسلة الهندسية؟ 12 8 16 على 3. طالب الحد الرابع، كيف أجيب أصلاً الأساس؟ كيف تولدت لي أصلاً هذه الحدود؟ أكيد إن في أساس، وقلنا هندسية يعني جالس يضرب بعدد. طيب ما عرفت وش يضرب فيه، مو واضح، اقسم الحد الثاني تقسيم الأول، لأنه دائماً القسمة عكس الضرب. اقسم الحد الثاني تقسيم الأول، 8 على 12 عشان نعرف الأساس R. 8 على 12 فيها كم؟ 4.6. يلا نقسم كلهم يتبسطون على 4، فبتصير لك 8 على 4 فيها 2 و12 على 4 فيها 3، معناته الأساس R 2 على 3. عشان توجدين الحد اللي بعده بتضربين هذا الحد بالأساس 2 على 3 وبيطلع لي هذا الحد. تعالي نضرب 16 على 3 في الأساس اللي هو 2 على 3. كيف أضرب؟ بسط في بسط ومقام في مقام. 16 في 2 راح تعطيني 32، 3 في 3 فيها 9. نجي للخيارات لأنه ما في تبسيط بين 32 و 9، ندور بالخيارات، هذا الخيار الموجود دي. أعيدها ولا واضحة؟ ممكن تعيدينها؟ يلا خلوني أعطيكم إياها على مثال أبسط عشان توضح لكم الهندسية، وبعدين نرجع لمثالنا هذا، لأن المثال هذا فيه كسر والأساس مو واضح من البداية. تعالي نشوف، لو عطيتك 2 4 8 16 طلبت منك الحد اللي بعد الـ16، وش قاعد يسوي؟ هل يجمع عدد؟ بتقولين مثلا بالبداية يجمع 2، 2 زائد 2 4، تمام، لكن لو كملتي 4 زائد 2 6 مو 8، معناته غلط، مو قاعد يجمع 2. طب خلينا نجرب الضرب، هل هي هندسية ويضرب ب 2؟ خلينا نجرب، 2 في 2 4، 4 في 2 8، 8 في 2 16، معناته الأساس هنا قاعد يضرب في 2. طيب لو أبغى الحد اللي بعد الـ16 بروح أضربه في 2، 16 في 2 راح تعطيني 32، تمام؟ وممكن انك تقسمين عشان توجدين الاساس R، ممكن تقولين وش اللي اضربه في 2 يعطيني 4 بتقولين 2، وممكن تقولين وش اللي اقسم، وش العدد اذا قسمت ال 4 على 2 يطلع لي الناتج بكم؟ 4 تقسيم 2 بيعطيني 2. شفتي هو على حسب السهم، لو مشيتي عكس بتقولين قسمه، لو مشيتي من اليسار لليمين بتقولين ضرب. يلا تعالي، وش العدد اللي اضربه في 12 يعطيني 8؟ بما أنها هندسية قاعد يضرب، طيب وش قاعد يضرب فيه؟ بما أنه يتناقص معناته قاعد يضرب بكسر، عشان أوجد الكسر أسهل لي أمشي عكس كذا بالقسمة. وش العدد اللي وش لما أقسم 8 على 12 وش الناتج اللي بيطلع لي؟ خلنا نقسم 8 على 12، الناتج اللي بيطلع لك هو الأساس، تمام؟ 8 على 12 بالتبسيط كلهم يقبلوا القسمة على 4، فبتطلع لك 2 على 3، إذن الآر 2 على 3، إذن هو قاعد يضرب في 2 على 3، 12 في 2 على 3 تطلع لي 8، 8 في 2 على 3 تطلع لي 16 على 3. طيب 16 على 3 لما أضربها في 2 على 3 بتطلع لي الحد اللي بعده. نروح نضرب 16 على 3 في 2 على 3. كيف أضرب؟ بسط في بسط ومقام في مقام. 16 في 2 32 و3 في 3 9. ما في تبسيط بين البسط والمقام، أروح أبحث عن الناتج، هذا هو 32 على 9. واضحة؟ واضحة يا ثالث؟ أي واضحة. يلا، الوسطان الهندسيان في المتتابعة الهندسية، 1 بعدين فراغ فراغ 27. هنا أسهل لك تجربين بالخيارات، خلينا نجرب بالخيار هذا أول شيء. يلا، بما أنه هو A، 1 سالب 3، لو فرضنا أنه الفراغ هذا سالب 3 والفراغ اللي بعده سالب 9 والأخير اللي هو كاتبه لي 27، وش العدد اللي أضربه بواحد يعطيني سالب 3 لأنها هندسية، فالهندسية ضرب. يلا وش اللي أضربه بواحد يعطيني سالب 3؟
سالب ثلاثة. طبيعي هو سالب ثلاثة. طيب يلا اضرب السالب ثلاثة بسالب ثلاثة، هل يعطيني سالب تسعة؟ سالب ثلاثة في سالب ثلاثة هل تعطيني سالب تسعة؟ لا، يعطيني موجب تسعة، معناته خطأ، هذا الخيار مو صحيح. ضبط معي الحد الأول لما خمنت الأساس سالب ثلاثة، لكن الحد الثاني ما ضبط معي اللي هو السالب تسعة. طب خلينا نجرب ثلاثة وسالب تسعة، الخيار بي واحد، لو فرضنا أنه الحد الثاني ثلاثة والثالث سالب تسعة وهنا 27، وش العدد اللي أضربه في واحد ويعطيه ثلاثة؟ ثلاثة، واحد في ثلاثة ثلاثة. طب خلينا نشوف هل هو نفس الأساس هنا، ثلاثة في ثلاثة تعطيني كم؟ تسعة، هو كاتب لي إيش؟ سالب تسعة، معناته خطأ. يلا إيش تتوقع عن الخيار الصحيح؟ دي. دي، ممتازة. نجرب بالدي، ثلاثة تسعة 27. يلا وش اللي أضربه بالواحد يعطيني ثلاثة؟ ثلاثة. وش اللي أضربه بالثلاثة يعطيني تسعة؟ نفس الشيء ثلاثة. وش اللي أضربه بالتسعة يعطيني 27؟ نفس الشيء ثلاثة. الأساس في الهندسية ثابت، إذا الخانات اللي موجودة عندي هنا بعد صحيحة، إذا الخيار الصحيح بالتجريب هو ثلاثة وتسعة. تمام؟ أستاذة علي تعيدين؟ يلا عندي وسطان هندسيان في متتابعة هندسية، عندي واحد سبعة وعشرين، واحد والحد الرابع سبعة وعشرين، ويقول لي خمني يلا وين الحدين اللي بالنص. قلنا ممكن نجرب بالتجريب أسهل لي، فرضت طبعا هو كاتب لي واحد وهنا سبعة وعشرين، فرضت إن الحدين اللي بالنص هم A سالب ثلاثة وتسعة، قلت إنه هنا سالب ثلاثة وهنا سالب تسعة، هل صحيح ممكن تكون هذه المتتابعة اللي أمامي هندسية؟ والشرط الهندسية أنه النسبة بينهم تكون ثابتة، العدد اللي قاعد يضرب فيه ثابت. طيب وش اللي أضربه بالواحد يعطيني سالب ثلاثة؟ بتكوني سالب ثلاثة، اللي ضربتي فيه هنا لازم تضربين فيه هنا، لازم تضربين فيه هنا. أضربي هنا سالب ثلاثة في سالب ثلاثة هل يعطيني سالب تسعة؟ لا، سالب ثلاثة في سالب ثلاثة المفروض أن الحد هنا تسعة مو سالب تسعة، معناته التخمين هذا خطأ. قلنا نجرب دي، يلا واحد وهنا سبعة وعشرين، هل الحدين هنا ثلاثة وتسعة؟ وش اللي أضربه بالواحد يعطيني ثلاثة؟ ثلاثة، اللي ضربتي فيه هنا من الحد الأول للثاني لازم تضربين فيه من الحد الثاني للثالث، هل لما ضربتي ثلاثة في ثلاثة عطاك تسعة؟ إيه، أعطاني تسعة، ثلاثة في ثلاثة تسعة. أضرب التسعة أيضا في ثلاثة هل أعطاك 27؟ إيه، يعطيني 27. إذا هل تخميني صحيح الجواب دي؟ إيه، الجواب دي. لو جربتي بالسي والأي والبي بنفس الطريقة بتطلع لي خطأ، اللي بيضبط معاك فقط الدي في المتتابعة الهندسية. ليش ضربت؟ لأنها هندسية. لو قايل لي حسابية بدور عدد أجمعه مع الحد الأول يعطيني الثاني لين أوصل للأخير أجمعه، لكن هندسية أضرب. تمام يا ثاني يا ثالث عفوا. مرة ثانية أعيد ولا هذا أنت كاتبته من زمان؟ هذا واضح. واضح؟ طيب مجموع متسلسلة هندسية لا نهائية حدها الأول 25. طيب يا يارا خلنا أشرح هذا وأرجع له. طيب مجموع متسلسلة هندسية لا نهائية حدها الأول 25 وأساسها نص، بما أنه قال لي هندسية لا نهائية، وشو قانون اللا نهائية؟ من تتذكره قبل شوي كتبناه، قانونها جدا سهل، ما يحتاج مني إلا A واحد وR، يعني الأساس والحد الأول وكلهم موجودين في السؤال. من تتذكره؟ اللي A واحد على واحد ناقص R. ممتازة، اللي هي S اللي قلت لكم بدون N لأنها لا نهائية ما فيها عدد حدود. S تساوي A واحد على واحد ناقص R. يلا S تساوي A واحد كم؟ الحد الأول في السؤال 25 على واحد ناقص R، يعني واحد ناقص نص. كم واحد ناقص نص؟ نص، يعني بقول 25 على نص
لما تقسمين على كسر مقام المقام بيروح للبسط بعملية ضرب، أو ممكن تقولين 25 ضرب وتقلبين المقام يعني بيصير 2 على 1 بدل ما هو نص، فبتصير العملية منقسمة إلى ضرب وأقلب الكسر الثاني فبيصير 2 على 1. 25 في 2 راح تعطيني كم؟ 50. إذا مجموع المتسلسلة الهندسية اللانهائية 50. كيف جبناها؟ عوضنا بالقانون S يساوي A1 على 1 ناقص R. A1 موجودة في السؤال 25 والR موجودة في السؤال اللي هي الأساس نص. تمام؟ طيب وين السؤال اللي هنا طلبته منه؟ هنا. يلا يا يارا تعالي نخمن. يا يارا معطيك عددين الأول والرابع، جربي بالخيارات وش الحد اللي بيضبط عندي كمتتابعة هندسية. أنت يا يارا حليها يلا معي. واحد الحد الأول واحد والحد الرابع 27، يبغى الحدين اللي بالوسط. واحد ويبغى الحدين اللي بالوسط. ها خمني معي. هو يقول لك ممكن إنها تكون A، يعني نحط هنا سالب 3 وهنا سالب 9. طيب تعالي نجرب، بما أنها متتابعة هندسية يعني لازم يكون عندي نسبة ثابتة، يعني عدد أضرب فيه يعطيني من الحد الأول للثاني نفس هذا العدد اللي ضربت فيه، أضربه بالثاني يعطيني الثالث، نفس هذا العدد اللي ضربت فيه أضربه في الثالث يعطيني الرابع. وش اللي أضربه بالواحد يا يارا يعطيني سالب 3؟ وش اللي أضربه بالواحد يعطيني سالب 3 يا يارا؟ واحد في كم يعطيني سالب 3؟ أوكي يعني هنا نضربه بسالب 3، واحد في سالب 3 تعطيني سالب 3. تمام؟ طيب وش اللي أضربه بالسالب 3 يعطيني سالب 9؟ أو أنك تقولين خلاص بما أني ضربت سالب 3 تعالي نضرب مرة ثانية بسالب 3. سالب 3 في سالب 3 وش تعطيني؟ سالب 3 في سالب 3 يا يارا وش تعطيني؟ سالب في سالب موجب، 3 في 3 9، هل عطاك سالب 9؟ لا. إذن هذا الحد أو هذا الخيار خطأ لأنه ضبط معي الحد الأول لكن الحد الثاني ما ضبط معي. تعالي نجرب بالدي على طول، تقدرين تجربين بكل الخيارات بنفس الطريقة. تعالي نجرب بالدي عشان نعرف ليش صح. هذا الحد الأول واحد وهذا الحد الأخير 27، وبنفرض أن خياره كلامه هذا صحيح، الحد الثاني 3 والحد الثالث 9. وش اللي أضربه بالواحد يعطيني 3؟ وش اللي أضربه بالواحد يعطيني 3؟ 3. طيب هذه الثلاثة لازم تتكرر هنا بعد تضربين فيها، 3 في 3 تعطيني 9؟ نعم تعطيني 9، ممتاز. طيب نكمل، 9 في 3 هل تعطيني 27؟ ممتاز، الأساس ثابت، الآر ثابتة والحدود عندي صحيحة 3 و9. إذن المتتابعة الهندسية الصحيحة اللي أمامي هذه كيف تكونت؟ من الخيار دي. إذن الخيار الصحيح دي. واضح يا يارا؟ طيب يقول لي حولي الكسر العشري الدوري إلى كسر اعتيادي. العشر الدوري وشو؟ وش معنى دوري؟ صفر، هن مثلا حاط لي صفر فاصلة 11 وفوقها خط، وش تعني هالكلام؟ يعني إنه هذه ال 11 اللي بعد الفاصلة قاعدة تتكرر عندي هذا الشكل إلى ما لا نهاية، تاخذ نمط عندي. ممكن يقول لي 0.22 بهذا الشكل، يعني 0.22 22 22 22 22 يتكرر، اللي بعد الفاصلة قاعد يتكرر. هذا معنى كسر عشري دوري. طب أنا حولته إلى عشري هنا، كيف أحوله إلى كسر بسط ومقام؟
كيف أحوله إلى كسر؟ عبارة عن بسط ومقام. لما يكون اللي بعد الفاصلة رقمين، ركزي معي، أنا أقدر أجيبها لك بالقانون، بس أنا أبغاك تفهمينها عشان تختصرين الحل بالتحصيلي. لما يكون اللي بعد الفاصلة رقمين، بتقولين هذول الرقمين على 99، تمام؟ إذا في تبسيط بسطي، 11 على 99 كلهم يقبلون القسمة على 11، فبتصير 1 على 9، الجواب 1 على 9. تعالي نجرب هذا، 0.22 دوري، كيف أحوله إلى كسري؟ بقول هذا اللي بعد الفاصلة 22 على 99، بالتبسيط كلهم يقبلون القسمة على 11، 22 على 11 فيها 2، 99 على 11 فيها 9، فبتصير 2 على 9. طب لو كان اللي بعد الفاصلة يستاذى ثلاث أرقام، يعني 0.333، بقول اللي بعد الفاصلة على 999، بكرر بزيد 9 على 99، تمام؟ كلهم يقبلون القسمة على 111، 333. طيب 333 على 111 تطلع لي 3، 999 على 111 تطلع لي 9، 3 على 9 تتبسط أيضا بواحد على 3. طيب 0.4444 دوري، بتقولين عبارة عن 4444 على 9999. أقدر أعطيك إياها بقانون، قانونها اللي هو نفس قانون المتسلسل اللاهندسية، S تساوي A1 على 1 ناقص R، الـ R بواحد على 100، والـ A1 اللي هو الحد الأول 0.11، تمام؟ اللي هو 11 على 100. لكن بالقانون بتاخذ منك وقت، احفظيها زي كذا. دائماً الدوري، الكسر الدوري اللي بهذا الشكل، الكسر العشري الدوري، لما يكون عددين بعد الفاصلة تاخذين العددين تقسمين على 99، ثلاث أعداد تاخذين ثلاث أعداد تقسمين على 999، أربع أعداد تاخذين الأربع أعداد تقسمينها على 9999، وتبسطين بطرق التبسيط اللي معروفة. تشوفين في اختصار بين البسط والمقام ولا لا؟ نفس الكلام مثل ما قلت، لو جاك مثلاً، يلا بعيدة، 0.11 دوري، تاخذين العدد اللي بعد الفاصلة 11 وتقسمينه على 99. إذا كان عندي عددين بعد الفاصلة دوري، دائماً القسمة على 99 مهما اختلفوا العددين. كان حاط لك 11، 22، 33، 34، 35، أياً كان هذا العدد، تاخذينه وتقسمينه على 99 وتبسطين إذا في تبسيط بين البسط والمقام. هنا عندي تبسيط، كلهم يقبلون القسمة على 11، 11 على 11 فيها 1، و99 على 11 فيها 9، الجواب بيطلع لك 1 على 9، تمام؟ واضحة؟ واضحة فكرة الكسر العشري الدوري؟ بدل ما تحلين قانون طول عليك السالفة؟ إيه أستاذة، واضح. يلا نكمل. يا أستاذة، أي رقم يجيب الكسر العشري أضربه على 99؟ مو نضربه، نقسمه على 99. نقسمه، أقصد. أيوه، نقسمه على 99. إذا كانوا رقمين بعد الفاصلة، ثلاثة أرقام لا، نقسم على 9، 9، 9، أربع أرقام تزيدين 9، كل ما زادت الأرقام تزيدين 9. طيب ندخل على ذات الحدين، كم عدد الحدود في ذات الحدين A زائد B أس 9؟ عدد الحدود الناتج راح يساوي دائماً عدد الحدود في ذات الحدين. شو معنى ذات الحدين؟ هي عبارة عن حدين مجموعين أو مطروحين مع بعض. مثلاً عندي هنا 2 زائد X أس 5، هذه تعتبر ذات حدين، تكون داخل قوس مرفوع الأس. مثلاً 3 زائد Y أس 6، X زائد Y أس 11. هنا طلب مني بس الفكرة الأولى، كيف أعرف عدد الحدود؟ عدد الحدود هو نفس الأس اللي فوق زائد واحد، نفس الأس اللي فوق القوس زائد واحد. A زائد B أس 9، عدد حدودها راح يكون إيش؟ 10. 10، ممتاز، 10. طيب هذه كم راح يكون عدد حدودها بالنظر؟
ستة. خمسة. ممتاز. ستة. هذه سبعة. سبعة. هذه 12. 12. تمام يا ثالث؟ إذا عند فك ذات الحدين عدد الحدود بيكون نفس الأس زائد واحد. تعالي نتكلم عن ذات الحدين شوي. ذات الحدين أساساً أصغر ذات حدين عندي اللي يكون أسها صفر. مثلاً A زائد B أس صفر عبارة عن أي شيء في الرياضيات أس صفر بواحد، ما لها فكة. A زائد B أس واحد بتكون عبارة عن A زائد B، هذه فكتها. طيب A زائد B الكل تربيع، هذه متطابقة أخذتوها كثير في الرياضيات في ثاني ثانوي وثالث ثانوي. مفكوكها عبارة عن ثلاثة حدود، الأول تربيع زائد اثنين في الأول في الثاني زائد الثاني تربيع. مرت عليكم يا ثالث صح؟ إيه. طيب شوفوا عدد حدودها كم؟ واحد اثنين ثلاثة، كم لها حد؟ ثلاث حدود. أصلاً هي مرفوعة الأس إيش؟ اثنين، عشان كذا أنا أقول لكم عدد الحدود أكثر من الأس بواحد. تمام؟ طيب فك ذات الحدين معتمد على التوافيق، التوافيق اللي هي السي، تتذكرونها؟ تعالي يلا نذكرها مع بعض. لو قال لي أوجدي مفكوك، هو بالعادة بيطلب منك إيجاد حد في مفكوك، ما يطلب منك مفكوك كامل. مثلاً خلينا نفكها مع بعض، لو طلب مني أوجدي مفكوك A زائد B أس أربعة، أول حاجة أنت تعرفين كم بيكون عندك حد؟ بيكون عندي خمس حدود، لأنه قلت لك أنا أكثر من الأس بواحد. طيب هذول الحدود وش بتسوين فيهم؟ بنحط فيهم السي، التوافيق. بقول سي هذا الحد الأول زائد الحد الثاني زائد الحد الثالث. بكم سي بتكون عندي؟ خمسة. خمسة سي، سي اللي هي التوافيق. مفكوك ذات الحدين يعتمد على هذه التوافيق. إذا عندي خمس حدود. ليه؟ لأنه عدد الحدود في المفكوك أكثر من الأس بواحد. يسار السي تمام؟ بنحط نفس الأس اللي موجود عندي هنا أربعة فيهم كلهم. يمين السي راح نبدأ من الصفر وتصاعدي، صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة. طيب داخل التوافيق وش راح نحط؟ راح نبدأ بالحد الأول عندي في القوس اللي هو الأي، راح نحط أي ونفس أس السؤال، الأس اللي موجود عندي اللي هو أربعة، وبعدين تتناقص يعني في الحد اللي بعده بتصير أي أس ثلاثة، بعدين أي أس اثنين، بعدين أي أس واحد، بعدين أي أس صفر، وما يحتاج نكتبها لأنه الأي أس صفر بواحد. طيب طيب بعدها نبدأ بالحد الثاني اللي هو البي، وش فيه البي؟ راح يبدأ عكس، ببدأ من الصفر ويتزايد، بي أس صفر، بي أس واحد، بي أس اثنين، بي أس ثلاثة، بي أس أربعة. الآن كيف أفكها؟ في اختصارات للسي، أنا بعطيك قانون السي، كيف أفك التوافيق؟ التوافيق عبارة عن N فوق الـ R أو N فوق الـ K، حيث الـ N هي الحد اللي هنا مثلاً موجود عندي أربعة، والـ R هي الصفر مثلاً اللي موجود عندي. كيف أفكها؟ عبارة عن قانون N مضروب على R مضروب في N ناقص R مضروب. يعني مثلاً بفك هذا الحد، توافيق هذا الحد أربعة فوق الواحد، بقول أربعة فوق الواحد تساوي مضروب الأربعة على مضروب الآر اللي هي الواحد، مضروب الواحد ما يحتاج ينكتب بواحد، في N ناقص واحد يعني أربعة ناقص واحد اللي هي N ناقص R، أربعة ناقص واحد مضروب اللي هي الثلاثة. طيب تقولي أستاذة وش المضروب؟ المضروب إنك تفكين العدد تضربينه بنفسه تنازلي، يعني من أربعة ثلاثة اثنين في واحد، هذه مضروب الأربعة. طيب ومضروب الثلاثة نفس الشيء، ثلاثة في اثنين في واحد. تقدرين تختصرين أربعة في ثلاثة في اثنين في واحد، وتحت ثلاثة في اثنين في واحد بيروحون مع بعض ما يحتاج تضربين، إذا الناتج كم؟ أربعة. إذا الناتج هذه التوافيق أربعة. طب ناتج التوافيق هذه؟ يلا
بقول مضروب الأربعة على مضروب الاثنين في أربعة ناقص اثنين مضروب اللي هي مضروب الاثنين. مضروب الأربعة يعني أربعة في ثلاثة في اثنين في واحد. مضروب الاثنين اللي هو اثنين في واحد اثنين، ومضروب الاثنين مرة ثانية اللي هو اثنين في واحد اثنين. أبدأ أختصر، هنا اثنين في واحد اثنين وبتروح مع الاثنين هذه، والأربعة مع الاثنين فيها اثنين، يبقى لي اثنين في ثلاثة تساوي ستة، إذن هذه ستة. تمام؟ طيب أربعة فوق الصفر ليش ما فكيتيها يا أستاذة؟ دائما التوافيق فوق الصفر مهما اختلف العدد، هنا N فوق الصفر دائما بواحد، دائما بواحد ما يحتاج تفكينها، اختصري الموضوع وبتكون بواحد. طيب لما يكون N فوق الN يعني أربعة فوق الأربعة، خمسة فوق الخمسة، ستة فوق الستة، يعني العدد فوق نفسه دائما بواحد. إذا توافيق N فوق الN دائما بواحد، هذه راح تكون بواحد. شفت شلون اختصرنا على بعض؟ طيب أربعة فوق الثلاثة، تعالي أول شيء نرتب الحلول. هنا قلنا واحد في A أس أربعة، هنا هذا الحد في B أس صفر ما يحتاج نكتبها، حتى الواحد ما يحتاج نكتبها. إذا الحد الأول A أس أربعة زائد الحد الثاني أربعة في A أس ثلاثة B زائد الحد اللي بعده ستة A تربيع، ستة A تربيع B تربيع زائد الحد اللي بعده هذا خليه شوي أنتم بتكتشفونه. الحد الأخير أي أس صفر ما يحتاج نكتبها، والتوافيق ما نحتاج تكتبها لأنها بواحد، يبقى لي بي أس أربعة. لاحظ المعاملات، هنا واحد وهنا واحد، هنا أربعة وهنا ستة، دائما الذات الحدين مفكوكها في تماثل، يعني الحد الأول واحد والحد الثاني واحد. الحد اللي قبل الأخير أربعة معناته الحد الثاني أربعة معناته الحد اللي قبل الأخير أربعة، بيكون المعامل له أربعة. وننزل هنا أي واحد بي تكعيب، بيكون عندك تماثل واحد واحد أربعة أربعة، والحد اللي بالنص عاد أوجدناه ستة. تمام؟ واضح مفكوك ذات تعيدين هذه آخر شيء اللي هي التماثل؟ إي تقدرين توجدين هذه عشان ما ألخبطك، تقدرين توجدينها بنفس الطريقة. بقول مضروب الأربعة على مضروب الثلاثة في أربعة ناقص ثلاثة اللي هي مضروب الواحد. تمام؟ وبنختصر، أربعة في ثلاثة في اثنين في واحد على ثلاثة في اثنين في واحد، في مضروب الواحد قلنا واحد دايم. طيب نختصر، الثلاثة في اثنين في واحد بتروح مع الثلاثة في اثنين في واحد. أنا ما أدري إيش فيها، أيوة هنا بتروح مع بعض يبقى لي أربعة. تمام خلاص أوجدناها أربعة. وممكن تقولين أنا أعرف إنه في حدود ذات الحدين في تماثل عندي، إذا الحد الأول معاملة واحد أكيد الحد الأخير معاملة واحد، إذا الحد الثاني أربعة أكيد الحد اللي قبل الأخير معاملة أربعة، والحد اللي بالنص هنا بما أنها خمس حدود أوجدناه قبل شوي بستة. واضح؟ ممكن تجيبينها بنفس الطريقة، إيجاد التوافيق. أستاذة دائم تكون متماثلة الأرقام؟ إي إذا كانت مكتوبة بهذا الشكل ما في معاملات، إذا كان ما في معاملات نضربها فيها. تمام؟ تكون متماثلة على طول. طيب طلب مني الحد الأول في مفكوك X زائد واحد أس عشرة حسب قوة X التنازلية، يعني حسب القوة اللي سويناها قبل شوي، وش بيكون؟ أوجدوا لي يا أنتم الحد الأول وش بيكون؟ X أس 11 لا عندي الـ A هي X والـ B هي واحد. تعالي نكتب الحد الأول، وش قلنا السي الأولى وش فيها؟ وش بيكون يسارها وش أكتب؟ نفس الأس اللي موجود عندي عشرة، ويمينها إيش؟ دائما نبدأ من إيش؟ X لا هنا هنا X التوافيق صفر. طيب بعدين نبدأ الحين بالحد الأول نكتبه X أس إيش؟ واحد لا ده عشرة عشرة
أيوة أس عشرة. بعدها الحد الثاني اللي هو كان عندي بي قبل شوي، هنا عندي واحد عدد، واحد أس إيش؟ صفر. والصفر ممتاز. هو طلب الحد الأول، يحتاج تكملين الباقي؟ لا، طلب الحد الأول. طب أنا قلت لك اختصار قبل شوي، التوافيق لما تكون فوق الصفر، N فوق الصفر دائما بإيش؟ واحد. واحد. يلا ما يحتاج نعوض بقانون التوافيق. X أس عشرة تنزل X أس عشرة. واحد أس صفر، أي عدد في الرياضيات أس صفر بكم؟ أي عدد أس صفر بكم؟ واحد. لو مليون أس صفر بواحد، واحد في X أس عشرة في واحد، X أس عشرة. إذن الحد الأول عندي هو إيش؟ X أس عشرة. أوه خلصنا الساعة الأولى الحين، 7:06. طبعا أنت نزلتي الـ X أس عشرة نفس ما هي؟ إيه، لأن الحد الأول ينزل بنفس الأس اللي موجود في السؤال، مو قلنا زي كذا؟ لحظة نكتبها لك بعدين نطلع بريك. مو قلنا الحدود عندي أول حد السي عشرة فوق الصفر، بعدين الحد الأول يكون ياخذ نفس الأس، والحد الثاني يبدأ من الصفر، بعدين السي الثانية بتكون عشرة فوق الواحد، والإكس تتناقص تصير 9، أسها يتناقص والواحد يتزايد يصير واحد أس واحد، زائد عشرة فوق الاثنين، الإكس تتناقص تصير أس 8 والواحد يتزايد، زائد عشرة فوق الثلاثة، الإكس تتناقص والواحد يتزايد. دائما الحد الأول أسه يبدأ من أس السؤال، الأس اللي موجود ويتناقص، الحد الثاني يبدأ من الصفر ويتزايد، فهنا وش بتصير؟ 3. وهكذا هو طلب مني هذا الحد الأول بس، وسهل في اختصارات. هذه صارت بواحد وهذه بواحد، وش بقالي؟ ما بقالي إلا X أس عشرة. واضحة؟ إيه واضح. طيب نطلع بريك بعدين نرجع نكمل على ذات الحدين وندخل الاحتمالات. البريك نص ساعة.